عجبك يا فرج؟ بعد هالنطرة وهالهمروجة كلها زبط المونديال وصار فينا نحضره واخيرا. زبط وصار فينا نحضره؟ انا بعرف واخيرا. ايه ما انا عم بقول لك، ما عم تحضر المتوشة كل ليلة؟ متوشة ولا اجمل من هيك؟ كل ليلة؟ انا بعرف بعرف ما بعرف. هيك بدك تضل خلينا نستزبل حديثي مرة انا وياك يا فرج. انا اللي محيرني اكثر شيء انه ليه هالقد تاخروا ليحلوا قصة نقل المونديال. تاخروا ليحلوا قصة المونديال؟ انا بعرف. ما المونديال يا فرج كل 4 سنين، هيدي معروفة، يعني لازم يكونوا محضرين وعارفين حالهم. نعم لازم يكونوا محضرين وعارفين انه المونديال كل 4 سنين. انه اذا رئيسة الجمهورية معروفة كل 6 سنين مرة وما كانوا محضرين حالهم كرمالة، بدك اياهم يكونوا محضرين للمونديال؟ انا بعرف.